أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة التغيير، أحييكم مجددا وبرنامج من بغداد. مرات ما نعرف منين نبدي ومنين نسولف وشلون نتواصل، من كثر الظلم ومن كثر القهر ومن كثر المآسي اللي مرت علينا وعلى شعبنا كل هاي السنين. لأنه اللي مر بينا ما مر بشعب، وهذا الظلم اللي علينا لو حطينا على جبال كان انهدت هاي الجبال، ولكن يا لصبرنا ويا لعظمة هذا الصبر. اليوم السيد معالي وزير المالية الموقر يطلع علينا ببيان يقول اخوان حضروا انفسكم للتقشف وشدوا الاحزمة على البطون. يا معالي الوزير، هو احنا عندنا بطون ونشد عليها الاحزمة؟ وليش تبشرنا نشد الأحزمة على البطون؟ غير هذا اللي صار كنا نصيح بيه من سنين ونقول يابا أن احذروا من القادم من الأيام، ولكن لا أحد يسمع، لأنه ما يجوز احنا نبزز من نسولف. ولذلك يا رئيس الوزراء، احنا ما نقدر نحملك الآن المسؤولية، لكن من تطلب من يطلب من عندنا وزيرك نشد الأحزمة على البطون، ليش انتو ما تعرفون يا هل وصل الشعب يشد الحزام على البطون؟ ليش مو الحكومات اللي سبقتك ورؤساء الحكومات اللي تولوا على هذه السلطة هم وأحزابهم وولدهم والمنتفعين منهم الباقة والبلد، وهسه نشد الأحزمة على البطون وهم ما زالوا أحرارا قادة زعماء مدخومين إلى حد التخمة ويمشون أحرار، ولا أكو واحد يقدر يحاسب واحد من ذوله، وأنا شد حزامي على بطني ويقتلني الجوع؟ ليش؟ شنو ذولا بصين بيهم؟ ذولا جاي بيهم خبر من السماء؟ تريليونات من الدولارات دخلت إلى هذا البلد وبقينا تحت نطيحة رحمة النطيحة والمتردية. اللي ما يعرف يندل حلقة صار حاكم وباق ونهب وسلب، والشعب اليوم تخاطبونه يشد الأحزمة على البطون. لا، السلاسل والأصفاد والأغلال على رؤساء الحكومات السابقة الذي عاثت في هذا الأرض في هذا البلاد والعباد فسادا وجورا وظلما وسرقة. لازم أمام الناس تحط السلاسل برقابهم أو تفتر بيهم بالشوارع. ذول الحرامية اللي باقوا البلد أو خلت النساء والأطفال والأيتام الجدي، ليش ذول ما حد يعتقلهم؟ ليش ذول ما حد يفتح ملفاتهم؟ ليش ذول ما حد يحاسبهم؟ ذول في مرحلة من المراحل أمناهم على مالنا وعلى كرامتنا وعلى سيادتنا وطلعوا خونة مارقين. اليوم خلونا نجدي سيد الكاظمي، باشر ورانا قبور وراح نوقف أمام الله سبحانه وتعالى، وسيضعكم في المقدمة يحاسبكم. حاسبوهم أنهم فاسدون، حاسبوهم أنهم مارقون، حاسبوهم أنهم خونة، حاسبوهم لأنهم باعوا الضمائر وتعدوا على أعراض الناس وعلى أموالهم وعلى كرامتهم. أما التصريح الثاني للسيد وزير الصحة يقول إن احذروا فأننا أمام انهيار صحي، لأن كثرة الإصابات والوفيات والوباء الذي يصيب هذا البلد أكبر من هذه الإمكانيات، لأنه المنظومة الصحية متهرئة ما بها بنى تحتية. طيب أنا أدري الآن ماكو فلوس، لكن الفلوس من شان الخير يعبر الهامة. مليارات كانت تصرف إلى الصحة، وين راحت؟ قضت على النعل وعلى المستشفيات الوهمية وللوليدات وللحبايب، وهذا الملف ما ينفتح. ليش ما ينفتح؟ لأن خاف تزعل ذيك وهاي، وذيك وهاي انتمن لهذا الزعيم وذاك الزعيم.
الشعب يطب مرض بس لا يزعل الزعيم. ليش يا بهيج؟ ليش؟ عيب، عيب تخاطبونا بهاي اللغة، تحمون الحرامية والفاسدين وتخلونا نجدي. ليش؟ ليش مو هذا شعب طيب معطاء، شعب صبور، هلك الضيم، هلك الجوع، هلك القهر، هلك الفساد، ومسؤولين مارقون يحكمون، وإذا تعدهم بغلات الزلم ما يسمون. ليش هو شريف اللي يبوك شعبه؟ هو من نطفة نظيفة اللي يبوك اليتيم؟ هو ابن حلال اللي يبوك المستشفى؟ ضيم اللي يبينا ما يخلينا نقدر نسكت، وما يخلينا نقدر نجامل، وعلى ياه نجامل، واليا حاكم نجامل، واليا وزير نجامل، وشعبنا مات، وشعبنا تدمر، والحرامية والفساد والسارقين والمارقين والنطيحة والمتردية ما زال حر طليق، ما حد يحاسبه. بس تطلعون علينا بهاي الخطابات وتردون من عندنا صبر، وتردون من عندنا نوقف على شنو؟ ولذلك يا سيد الكاظمي، نداء باسم كل الفقراء في العراق، أنت غير مسؤول عما جرى وكان يجري، ولكنك مسؤول اليوم لأنك أولي الأمر. هذه المحاور وهذا الضيم. يرافقني ضيفا من بغداد السيد وكيل وزير الصحة الدكتور حازم الجميلي. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا بك وبكافة مشاهدي قناتكم الكريمة. أنا أشكرك دكتور، لكن خلينا نستمع في دقائق إلى هذا التقرير وأعود لتكملة الحوار. ما حد يجاوب. لا مجيب، وعلى السرير مواطن وطبيب، فالأول موجوع والثاني مصاب بحرمان الحق المسلوب. أما الوزارة ومنذ زمن بعيد لم تغير واقع العراق الصحي. من يضع العقدة في منشار قطع الترهل والفساد لابد أن يعترف ويسلم راية الصحة إلى من يستحق. هذا نداء الشعب المكلوم. أكثر من 300 مستشفى في العراق كتقدير يقرب العدد الذي سجلته إحصائية عام 2014 لتوفر 257 مستشفى في عموم البلاد، لا تكفي جلها لخدمة ما يقرب 40 مليون عراقي. المواطن أسماها كارثة، وكورونا كشف الستار عن الصحة التي تحمل الوزارة شعارها، وعن الواقع الصحي المتراكم فوق أنقاض العلاجات المنتظرة. يتذكر العراقي اليوم صفقة سميت بنعال عديلة في عام 2017، صفقة بيع الجسد العراقي بالمجان. أما اليوم أكثر ما يجول في بال العراقي ما دور الوزارة إذا كان كورونا يسرح ويمرح ويلعب بالأرواح. تقول الأرقام المعلنة من مصادر صحفية أن موازنة وزارة الصحة في السنوات الخمس الماضية بلغت نحو 6 مليارات دولار، وفي العام الماضي وحده بلغت 1.6 مليار دولار. على الرغم من ذلك لا صحة ولا علاج بالمجمل، إنما هي عناوين الوهم. يواصل كورونا المستجد بث الرعب في العراق مع إصابة مزيد من أرواح مواطنين. أما العراقي فهو مرهون بروحه وجسده وصحته، بأطفاله وعائلته، بأمه وأبيه، وكأن لا شيء عن الموت يغنيه. إلى بغداد من جديد أرحب بك سيد وكيل وزير الصحة الدكتور حازم الجميلي، وأبدأ معك. هل فعلا ما قاله السيد وزير الصحة أننا قد نشهد انهيارا في المنظومة الصحية بعد الإصابات الكثيرة التي يتعرض بها الكوادر الصحية، والإصابات الكثيرة وعدد الوفيات التي تطال مرضى كورونا؟ نعم دكتور. أستاذ نجم، ولو الصوت مو واضح، بس إذا ممكن إذا الشباب يشوفون الصوت دكتور. يعني أبدأ من ما صرح به السيد وزير الصحة وجهات صحية متخصصة أن العراق قد يشهد انهيارا في المنظومة الصحية بعد إصابات كثيرة للكوادر الطبية، وكذلك إصابات غير مسبوقة في أعداد المواطنين، وكذلك في كثرة ملحوظة للوفيات. دكتور حازم،
اي نعم اي نعم, نعم. شكرا جزيلا مره ثانيه. بصراحه بالنسبه لتصريح السيد وزير الصحه هذا لم اسمع يعني بهذه النص, ولكن حضرتك تعرف وكافه المشاهدين يعرفون انه في الايام الاخيره كانت هناك زياده واضحه في عدد الاصابات, وهذه الزياده هي مقلقه لوزاره الصحه ومقلقه لكافه الجهات المعنيه في الوضع الصحي. اليوم كورونا هي الموضوع الرئيسي منذ حوالي 3 أشهر او اكثر فيما يخص العالم كله, ولذلك السيد وزير الصحه عندما يعلن في تصريحات هو لغرض إيصال رسائل إلى المواطنين إلى الجهات المعنية إلى ضرورة الالتزام بالتوصيات والإجراءات. أستاذ نجم حتى نكون واقعيين, نعم. الآن إحنا في معركة, ومعركة بمعنى الكلمة, بدون تعاون الجميع لا نستطيع أن نكسب هذه المعركة. والكل يعرف أنه نحن لأكثر من شهرين كان العراق متميزا في إجراءاته وفي عدد الإصابات حتى من دول الجوار التي هي أقل عددا, ولكن كانت عدد الإصابات كبيرة جدا لديها من دول الجوار التي لم يكن سوى أعداد قليلة يزورون جمهورية إيران الإسلامية, وهناك عشرات الآلاف من العراقيين زاروا جمهورية إيران الإسلامية, ولكن بقى العراق مسيطر في عدد الأرقام في عدد الإصابات وفي عدد الوفيات. نعم. ولكن بصراحة وذكرنا ومن خلال قناتكم والقنوات الأخرى بدون تعاون المواطن وبدون الالتزام بالتوصيات والإجراءات لا يمكن السيطرة على هذا المرض. هذا فيروس مختفي له تصرفات وتغيرات غير مسبوقة, لا يوجد لقاح, لا يوجد علاج. هذا مرض وقائي. بدون الوقاية لا نستطيع أن نعبر الأزمة. وحضرتك تعرف والمواطن يعرف والعالم كله يعرف انهارت أكبر الأنظمة الصحية في المنطقة وفي العالم أمام هذا الفيروس. فماذا نتوقع لا سامح الله إذا استمرت هذه الزيادات؟ ولكن أنا أقول من خلال قناتكم, نعم. بالرغم من هذه الزيادات, ولكن عندما نقارنها مع دول الجوار ومع دول العالم لا زالت بالمقارنات النسبية هي أقل, ولكن هذه تحذيرات. ونحن أيضا نحذر من خلال قناتكم. بصراحة أنا اليوم مع حضرتك في هذه القناة لإيصال رسائل. الموقف خطر, يجب الالتزام. نحن لا شاهدنا وحضرتك شاهدت خلال شهر رمضان الجميع غير ملتزم. أغلب المناطق الشعبية كن على ثقة, لو كنا دعونا إلى تجمعات لم تحدث تجمعات بما حدث. كانت تجمعات خلال فترة الإفطار وبعد الإفطار, نعم. بشيء كأنما يوجد تعمد للإساءة إلى هذا البلد. هناك 40 مليون مواطن عراقي, من يتحمل مسؤوليتهم؟ يتحمل مسؤوليتهم كل شخص لم يلتزم بالتعليمات. كل شخص له صوت أن يصله إلى جماعته. ولذلك يا دكتور هو مسؤول عليهم. بشكل واضح ومع الأسف لم يكن ردة الفعل من كافة الجهات بدون استثناء بالشكل المطلوب لحماية هذه 40 مليون نسمة في العراق. يا دكتور حازم بالعيد. إذا تسمعني يا دكتور حازم, إذا تسمعني الآن, ما أعرف الاتصال ما زال موجود شباب, يعني الآن الدكتور هذا الكلام أو الرسائل التي يريد أن يصل بها إلى الناس وإلى المواطنين, نحترم هذه الرسائل, ونحن من اللحظة الأولى نقف مع الأبطال والكوادر في وزارة الصحة وبالذات اللي هم بخط الصد الأول. ولكن الآن طالما أنتم تسمون أنه هذا المرض وقائي, فلا بد أن عملية الوقاية هي التي تقوم بها الدولة. هذا الذي يجب أن يكون وهذا الذي يجب أن يحصل. إحنا ما مستعدين الآن في زمن الموت أن نرمي الكرة هنا وهناك. يمكن عاد الاتصال مع الأستاذ حازم. أستاذ حازم إذا تسمعني, يعني نحن الآن هذا الاتصال, أي نحن من الساعات الأولى وقفنا معكم ونتشرف حتى هذه اللحظة بأن نقف معكم. أما تشخيصكم بأنه هو مرض وقائي فهذا من مسؤولية الدولة
عندما لا يلتزم المواطن فلا بد للدولة من إجراءات، مثل ما حدث في الصين، مثل ما حدث في أوروبا. هذه الدول التي كانت فيها نسب الإصابات والوفيات عالية الآن تجاوزناها، نحن صار لدينا ارتداد. في وقت السيد جعفر علاوي كانت الإصابات بالواحدات، الآن تضاعفت. أنتم تقولون المواطن لم يلتزم، وين الدولة اللي تخلي المواطن يلتزم؟ وين قوانين الدولة؟ وين إجراءات الدولة؟ الدولة متيها كل شيء. أستاذ نجم، نعم، أتفق أنه المواطن يتحمل جزء والدولة تتحمل جزء. ولو قلنا إلى القوانين العراقية منذ الستينات كن على ثقة، قد تحدثت عن الأوبئة وما هي مسؤولية الدولة وما هو مسؤولية القضاء وما مسؤولية الجهات الأمنية، ومع الأسف لم يكن هناك تطبيق بالرغم من مناداتنا في عدة أشكال من الصحف ومن القنوات الإعلامية وبالكتب الرسمية. قانون الصحة العامة واضح ومع الأسف لم يطبق بالشكل الصحيح، وقانون العقوبات العراقي المادة 368 واضحة ولم تطبق بالشكل الصحيح، وهذه هي التي أدت إلى عدم الالتزام، إضافة إلى الوضع في داخل العراق عندما نلاحظ ماذا يحدث في العراق مقارنة مع حضر الجوار، عندما يكون في دول الجوار وفي دول العالم هناك اختلاف كبير جدا. ولذلك هذا اللي حدث. ولذلك يا دكتور أنا أفهم من كلامك إنك الآن تحمل الحكومة المسؤولية فيما جرى، لأنها لم تضبط الإيقاعات في الشارع ولم تحاسب ولم أحد يأخذ بنصائحكم. يعني مسوين خلية الأزمة مثل اسمك رجل يهواي عن وحشة الليل. لازم خلينا نكون واقعيين، الحكومة تتحمل جزء والمواطن يتحمل جزء. وسائل الإعلام كافة أنواعها، كل القنوات الإعلامية، كل الصحف، كل وسائل الإعلام وصلت الرسائل إلى المواطن، وصلت فرقنا الصحية والفرق الإعلامية إلى داخل البيوت ووصلنا الرسائل، ولكن مع الأسف لم يكن هناك تعاون. وحتى أكون صريح أستاذ نجم، اليوم يجب أن الصراحة هي الأساس للنجاح، ليس فقط الحكومة، كل جهة لها صوت، كل جهة دينية، كل جهة عشائرية، كل جهة اجتماعية لم يظهر صوتها بالشكل واضح. أنا أعود وأكرر بالشكل واضح، ومع الأسف في العراق لم تكن الأصوات بشكل واضح لدعوة المواطنين إلى البقاء في بيوتهم لغرض كسر شبكة يا أستاذ المرض. يا أستاذ حازم إذا تسمعني أستاذ حازم، هسه مرات يقول لك الما عده كبير يحط له عمامه ويستشير. هسه احنا حظنا بسخم هاي 18 سنة، هنالك إجراءات اتبعت في بلدان مثل إيطاليا، 3000 يورو غرامة وسجن 6 أشهر لمن يخرق حظر التجوال. ما شفنا هنالك حرصا حكوميا بالمستوى الذي يتعامل مع الأزمة. الناس امتيها كل شيء، والحكومة في وادي والوباء في وادي، ماكو إجراءات حكومية نطمئنوا منها حتى هذه اللحظة. والآن أنتم أطباء ومسؤولين تقدرون الظروف أكثر منا، نحن الآن في أقصى خطورة للوباء ولا أحد يتخذ خطوات حقيقية لحماية المواطن. نجم يعني أعود ويعني أكرر أنه الوضع لا. في العراق هو وضع استثنائي، وعدم وجود صراحة موازنة كانت مشكلة كبيرة. الوضع السياسي أثر بشكل كبير، الوضع الأمني أثر بشكل كبير على تنفيذ القرارات. وحضرتك ذكرت الصين كيف سيطرت. أستاذ نجم، الصين سيطرت بقوة القانون وقوة الدولة، بحيث أصبح على كل مواطن أن يكون في داخل البيت. الدول الأخرى بقوة القانون أجبر الجميع على البقاء، وهكذا يتم السيطرة. بدون هذه الإجراءات لم يتم. اليوم نطلب أشياء بسيطة، كن على ثقة أستاذ نجم، نطلب على كل مواطن أن يرتدي الكمامة. الكمامة الآن كفوزة المقاتل في المعركة، الكمامة هي الجزء المهم في الوقاية، ونؤكد على أن يكون التواجد داخل المحلات. ماشي دكتور حازم، أنا أستأذنك خليك وياي. دكتور حازم خليك وياي، خلينا ننتقل أيضا
إلى بغداد السيد مصطفى، دكتور مصطفى السعدي، مدير مستشفى الإمام علي في مدينة الصدر. حياك الله دكتور. حياك الله حبيب. دكتور أنت الآن يعني تدير أحد المستشفيات في منطقة مكتظة سكانيا تكاد أن تكون نصف سكان مدينة بغداد تعاني من إصابات كثيرة. هذه الإصابات الموجودة حاليا هل هي بسبب عدم الالتزام بحظر التجوال؟ هل لأنه الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الحكومة لم تكن بالمستوى المطلوب؟ هل هذا يحدث بسبب التطور الخطير والحاد في مراحل الفيروس؟ يا من ذن الأصح. نعم دكتور. بالبداية تحية لك وتحية للأخ الدكتور حازم الجميلي. بداية أتقدم بالشكر والتقدير والاحترام إلى جميع الكوادر الطبية من مقيمين دورين إلى مقيمين أقدمين ومقيمين وأخصائيين، وكذلك الكوادر الصحية والإدارية، كل الحب والاحترام لهم. نعم. أستاذنا جم حبيبي، إحنا خلينا نكون بكل صراحة، الوضع حاليا حرج جدا. إحنا صار حوالي أكثر من شهر أو 40 يوم وزارة الصحة مستمرة برامج توعية صحية، دائما إحنا نطلع بالقنوات الإعلامية. نعم. السبب اليوم الحقيقي بتفشي الوباء وزيادة الحالات وزيادة الإصابات هو أولا كنا سابقا نعمل حوالي 3000 تحليل، اليوم جهود جبارة من وزارة الصحة صار حوالي 10000 تحليل، زادت عدد الإصابات. السبب الثاني هو عدم التزام المواطن يتحمل جزء كبير من زيادة الإصابات، عدم التزام بعض المواطنين أدى بينا إلى هذا الشيء، خصوصا بمناطق شرق القناة. يعني احنا اليوم في مدينة الصدر لا يوجد التزام من بعض المواطنين نهائيا، يمكن دكتور حازم هم يأيدني بهذا الشيء، ده نواجه مشاكل كبيرة بهذا الشيء. احنا المناطق اللي بيها إصابات كبيرة هي مناطق شرق القناة، المناطق الشعبية، هذه المناطق لا يوجد بها التزام، يعني 80% ماكو التزام نهائيا. ولذلك يا دكتور مصطفى ما قلته حضرتك، جهود جبارة من الكوادر الصحية. إذا تسمعني دكتور، ما قلته حضرتك وما قاله سيادة الوكيل، الآن لا يوجد هنالك التزام مثل ما تقولون، والدولة لا تستطيع أن تضبط هذا الالتزام، وإحنا الآن دا نخسر كوادر طبية ودا نخسر أرواح مواطنين. الدولة تسمع ومغلسة، لا بد من سماع أصواتكم، ولا بد للدولة أن تسمع، ولا بد للظلم أن ينجلي. ما اجتمعتوا مع رئيس الوزراء؟ ما اجتمعتوا مع معالي الوزير؟ معالي الوزير كل ثلاثة قاعد ويا رئيس الوزراء، ما قال له يا بطلع القوات الأمنية، البلد انهجم، الأطباء راحت، الشعب هلك، الوفيات كثرت، ليش ما يسولف الوزير؟ ليش ما تسمع الحكومة؟ أستاذ نجم خل أوضح لك شيء واحد. نعم. موضوع الجائحة، الجائحة بكل دول العالم سواء بالعراق أو بأمريكا أو بإنجلترا، الجائحة هو موضوع تتبنى الحكومة بالكامل. طبعا. يعني مو بس وزارة الصحة، لازم تشتغل عليه كل الوزارات. إحنا اليوم اجتماعاتنا مستمرة مع السيد الوزير، اجتماعاتنا مستمرة مع السيد المدير العام، والله العظيم ليل ونهار الكوادر الصحية قاعد تتعب. أنا والله بيكم البركة، أنتم أبطال، 40 طبيب، أنتم أبطال، عندي بالمستشفى ننحني لكم أو 40 ممرض نتشرف مصاب. بيكم الله، نتشرف بيكم، احنا انتوا افضل. انا ما الومك الك ولا الوم طبيب، انا الوم الحكومه اللي تسمع وتخلي شعبها يموت قدامها وما يجي. انت الان تقول شرق القناه ما بيها التزام، الحكومه الان تسمع، المفروض تطلع تحاسب القوات الامنيه ابو اللواء وابو الفوج وبالعمليات اللي موجوده هناك، تجيب الذبه بالسجن وتحاسبه، مو تمام هيك دكتور؟ أخي العزيز أستاذ نجم، هاي إجراءات دولة، إحنا كصحة وككوادر صحية إحنا متواجدين بالكامل، نقدم خدمة بأقصى حد نقدر عليه. بس إحنا اليوم أريد أوضح لك شيء واحد، هو الموضوع إحنا لنلوم ولنحمل قواتنا الأمنية ضغط عليهم كبير جدا، هم اليوم ضغطهم طرح حالهم حالنا. المشكلة إحنا نعتمد على الوعي الصحي مع المواطن، إحنا لحد هذه اللحظة المواطن العراقي ما مقتنع أكو بيه مواية بمدينة الصدر، ما يقتنع شيء اسمه كورونا. أنا قبل 3 أيام سوق مريدي مسوي حملة توعية، لحد الآن ما يقتنع أكو شيء اسمه كورونا، ولا لابس كمامة ولا لابس كفوف. يعني القوات الأمنية ما ممكن يعني شنو نخلي ويا كل واحد شرطي يمشي وياه. أخي كل دول العالم نجحوا بالوعي الصحي، الوعي الصحي مالتهم. ألمانيا
الان اصدقائي اطباء بالمانيا اتواصل وياهم يوميا بين يوم ويوم، يقول لي دكتور هناك احنا عندنا بالمانيا طبقنا نظام الحجر الصحي، الحجر المنزلي، الحجر المنزلي صعب جدا يطبق بالعراق. احنا اليوم المريض حالاتنا الحمد لله والشكر لحد هاللحظة نسبة الوفيات بنضمن نسبة الوفيات العالمية. انا اليوم عندي بالمستشفى حوالي 200 مريض رقود، من عندهم 80% هم حالات مايلد او اسمتوماتيك، يعني حالات بسيطة، 20% حالته حرجة. احنا اليوم لازم ننجح نطبق النظام نظام الحجر المنزلي، والا ترى يعني ان شاء الله ما نوصل مرحلة الانهيار. كوادرنا موجودة، السيد الوزير، نعم، السيد الوكيل، مدراء عامي متواصلين دائما دعم كامل متواصل. دكتور مصطفى خليك وياي، خليني ارجع للسيد الوكيل. يعني ما ادري في مقاربه في وصف هو الالتزام وعدم التزام المواطن خلال هذا الشهرين والشهرين اللي سبقتها هو بنفس المستوى الان، لكن لماذا تصاعدت هذه الحاله؟ يعني لما كنا نحكي ب 15 وب 20 وب 25 ايضا لم يكن هنالك التزام، واليوم لكن شلون ازدادت الحالات الى هذا المستوى؟ شنو الاسباب؟ العله وين؟ الالتزام ما كان موجود بالمرحلتين. لا لا استاذ نجم، يعني اول شيء تحياتي الى الدكتور مصطفى وجميع العاملين في المؤسسات الصحيه، في صراحه يعني موقفهم والله العظيم ضحوا بانفسهم وتحملوا مخاطر، نعم، والاسناد والجهد وقليل بصراحه. يعني استاذ نجم الزياده هي نتيجه عدم الالتزام. بالبدايه كان اكو التزام، كان اكو وعي، كان الموضوع بهذا الشكل بصراحه نقول، ولكن من بعد خلال شهر رمضان بدات الاشكاليات، وهي كما ذكرنا عده هي متواليه هندسيه بالزياده بالاعداد، وخلال فتره العيد بالرغم من كان حظر تجوال شامل، ولكن واقع حال هو عدم وجود حظر تجوال، ولذلك هذا العدم الالتزام هو اللي ادى. وكما اعيد واكرر استاذ نجم، نعم، انا اقول لك الحكومه تحمل مسؤوليه والمواطن يحمل مسؤوليه وايضا الجهات ذات. لذلك هنا سؤال يا دكتور حازم، بكونك انت مختصا استاذ حازم، بكونك انت استاذ نجم مصطفى، عدد الفحوصات الان تتجاوز 10,000 فحص موجوده، مختبرات 21 مختبر، بدينا بمختبر واحد، فلذلك اكيد تزداد حالات، ولكن احنا نقول الان الامور لا زالت تحت السيطره، ولكن نخشى من الزياده المستقبليه التي قد تكون خارج امكانيات. ولذلك بهذا السؤال، بهذا الذي انت تخشى منه ونخشى منه ايضا، هل تعتقد اننا في الايام او الاسابيع المقبله ممكن ان نصل الى 4,000 5,000 اصابه يوميا؟ وبالتالي اذا ما وصلنا لهذه الارقام، هل لديكم الامكانيات للمواجهه، للحجز، للحظر؟ تتوقعون هذا ممكن ان يحصل؟ استاذ نجم، الارقام يعني بصراحه احنا صار لنا حوالي هذه السبع او عشر ايام الاخيره لا زالت هي في حدود 1,500 اقل او اكثر. ما احنا اللي يقلقنا من تضاعف الارقام، هاي وحده. ثانيا احنا الان صارت توسعه في عدد الاسره، اضيفت اسره في جانبي الشرق والرصاف في بغداد وفي المحافظات، وجهودنا لم ولن تتوقف بالرغم من كل ما قد يحدث لا سمح الله، ولكن احنا الان في وضع حظر جزئي في لمده 4 ايام وحظر شامل لمده 3 ايام. التزام المواطن ومن خلال قنواتكم، اذا تسمح لي استاذ نجم بس اوصل هاي الرساله. نعم. اولا اليوم انا كنت في اجتماع مع السيد قائد عمليات بغداد وكل القيادات العسكريه في بغداد، صراحه ان اكبر مشكله عندنا في بغداد اكثر من المحافظات بالرغم من كلها فيها مشكله. وكان يعني توجيهات السيد قائد العمليات والضباط بشكل واضح الى الضرب بقوه على كل المخالفين، والان صار التوجه احنا عندنا مشكله المحلات اللي بداخله، وسوف يغلق اي محل والمفروض ينفذ. بصراحه عدم تنفيذ هذه هو تقصير من الدوله من الجهات المعنيه، سواء الجهات الامنيه او الجهات الصحيه. نعم. اي محل مخالف للتعليمات بوجود اعداد اكثر من العدد المسموح او عدم ارتدال كمامه يجب ان يغلق بالشمع الاحمر، واي سياره فيها عدد من الركاب اكثر من العدد المسموح وعدم ارتدال كمامه يجب ان تحجز استاذ نجم بدون غرامه، يجب ان تحجز وبدون، فاي شخص يقيم اي مأدبة او مجلس فاتحه
أو حفلة يجب أن يحال وفق المادة 368 التي تقول هذا مضر بالصحة العامة ويحال إلى سجن لا يقل عن 3 سنوات، وإذا أدى إلى الوفاة يعاقب كالذي يضرب مما يؤدي إلى الوفاة. يعني تطبيق هذه القوانين هي وفق القانون، لا توجد مخالفات تطبيقها، ولذلك صراحة إذن هل تم الاتفاق على تطبيق هذه القوانين؟ يعني أعلن عن لسانك الآن أنه المواطن الذي سيخالف شروط الوقاية يخضع إلى المادة 368 التي تنص بالسجن لمدة 3 سنوات، نعلن هذا؟ بالتأكيد بالتأكيد أستاذ نجم، هذه مادة وفق قانون العقوبات العراقي رقم 111 مادة 368، أي شخص يؤدي بالتصرف إلى الإضرار بالصحة العامة فهذه عقوبته، وإذا أدى إلى يستطيع أي شخص قد يكون توفى نتيجة حفل أو تجمع دعا إليه مواطن أن يحاسب المواطن من هذه المادة، وإن شاء الله سيكون لنا تحرك بالرغم سابقا كان تحرك، وسيكون أيضا تحرك مع مجلس القضاء الأعلى لدعم هذا التوجه. بدون تطبيق العقوبات ستندخل متوقعين، بدون تطبيق العقوبات وتطبيق الإجراءات بالشكل الصحيح كن على ثقة لا نستطيع عبور هذه الأزمة، والقوانين واضحة ولا توجد مخالفة. دكتور حازم خليني أنتقل، أنا أشكرك خليك وياي دكتور، أنا أستأذنك خل أرجع أيضا إلى بغداد. دكتور مصطفى الآن صار واضحا ولا أعرف مدى صحة أنه 20% من مجموع الإصابات بالعراق هي من الكوادر الطبية، أنتم في مستشفى الإمام علي ما هو حجم الإصابات لديكم، وهل الكوادر الطبية التي تشتغل بمعيتكم كافية أم أنتم تطالبون، طالما السيد الوكيل معنا، أنه أنتم تحتاجون إلى رفضكم بكوادر طبية لأنه الموجود غير كافي، خصوصا أنك تشتغل في منطقة فيها الوباء عالي جدا؟ يعني شوف أمانة أستاذ نجم، إحنا شكلنا خلية أزمة في دائرة صحة الرصافة، تم رفضنا بأطباء وتم رفضنا بتمريض عدد كافي. عدد الإصابات حاليا في مستشفى الإمام علي حوالي 20 طبيب و40 ممرض وحوالي 6 سواق إسعاف و4 موظفين استعلامات. عدد الوفيات 2-1 أسعد وموظف استعلامات داود. إحنا اليوم ككوادر صحية إن شاء الله يعني ان شاء الله ما نوصل مرحله الانهيار تماما، الكوادر الصحيه متواجده، رفضونا باخصائيين، رفضونا بمقيمين، بس احنا اليوم نعول على المواطن، المواطن لازم يساعد الطبيب، لازم يساعد الكوادر الصحيه، احنا اذا بقى المواطن بهذا الحال وعدم التزامه والله العظيم راح نوصل مرحله راح نخيره بين امه وابوه، راح نخيره بين اخوه وبين احد من اقربائه، امانه الوضع حرج، تم الحمد لله والشكر بالتنسيق مع وزاره الصحه، فتح حوالي 1000 سرير، ان شاء الله هالايام القادمه تنفتح مستشفى العطاء، الأقسام الداخلية، جهودنا جبارة ككوادر صحية، بس نطلب من المواطن العراقي، نطلب من قوات الأمنية أنه ساعد وزارة الصحة بهذا الشيء. دكتور الآن أنتم في المستشفيات وأنتم في خط الصد الأول، وأنا أكرر يعني نرفع لكم القبعات وننحني لكم على ما تقدمونه من جهود، ولكن هل لديكم أنتم الآن ميزانية طوارئ تديرون بها مستشفياتكم، الحالات التي تحصل لديكم، هل لديكم ما يكفي من الصلاحيات لاتخاذ قرارات متناسبة مع حجم الحالة؟ استاذ نجم بكل أمانة أنا من بداية يعني أنا أحكي كمستشفى الإمام علي وكدارة صحة الرصافة، نعم راح أحكيك بالأرقام بالضبط، أنا من بداية الأزمة لحد الآن أنا مشتري لمستشفى الإمام علي حوالي 15,000 كمامة، 8,000 بدلة وقائية، الحمد لله والشكر كمستلزمات كميزانية مفتوحة لنا كدارة صحة الرصافة، يعني إحنا يومياً بين كل مستلزماتنا كاملة، بس تعرف اليوم الطبيب أو الممرض من 8 الصبح خطية ل 12 بالليل نفس الملابس مالته، أكو عندي أطباء ومرضين صار لهم شهرين منازين البيت والله العظيم، يعني رح نوصل مرحلة إذا بقى المواطن على هذا الحال نوصل مرحلة إن شاء الله ما نوصل بس رح نوصل مرحلة حرجة جدا، ممكن لا سامح الله تنهار المؤسسة الصحية وممكن توصل عدد الإصابات 4,000 إلى 5,000 إصابة إذا بقينا على هذا الحال. طيب أرجع لك دكتور حازم الجميلي، طالما إحنا بدأنا نتحدث بتطبيق القانون وأنه أنتم الآن لديكم رؤية أو استراتيجية معينة ستتعاملون معها
في الأيام القادمة. أنا ألفت نظرك إلى قضية، العيادات الطبية للأطباء الآن اللي مفتحة وتشتغل، هذه العيادات لم تتوفر بها شروط الوقاية اللازمة، المرضى قاعدين واحد بصف الله والوليد الطبيب قاعد يدخل واحد وراء واحد، كيف يسمح لمثل هذا؟ وما هي وين أين 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 دور الرقابة في التفتيش عن هذا؟ شلون هذا دا يصير؟ وشلون دا تسمحوا لهم يا دكتور؟ أستاذ نجم طبعاً أتفق معك أنه وهناك العديد من الإصابات بالكوادر الطبية أيضاً كانت من خلال العيادات الخاصة أو المستشفيات أو العيادات الاستشارية. بس حتى أوضح موضوع مهم جداً ومن خلال قناتكم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بأمر دولة رئيس الوزراء من خلال اللجنة العليا للصحة والسلامة لإدارة تعليمات الحظر التجوال، وتشرفت بهاي الغرفة برأسي وعضوية ممثلين من العمليات المشتركة وعمليات بغداد والأجهزة الأمنية جميعاً والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأيضاً تم تشكيل غرف عمليات فرعية وبدأنا العمل بها. وكما ذكرت يوم أمس كان لدينا اجتماع للدخول إلى تفاصيل التطبيق، لأن بصراحة كان كثير من الأحيان يطبق حظر تجوال أمني وليس صحي، هذا موضوع. ثانياً تم إصدار تعليمات بشكل واضح بكل تفاصيلها بتوقيع السيد الوزير دكتور حسن تميمي، ومن ضمن التعليمات كيفية التعامل في العيادات. ونتمنى ومن خلال أيضاً قنواتكم نقابة الأطباء الجهات الأمنية الجهات الصحية أن تراقب هذه العملية، ويجب الالتزام بالتعليمات. وذكرنا التعليمات فيما يخص المحلات والممرات والعيادات كان لها تركيز ويجب أن تتابع، وإن شاء الله ستكون فرقنا المشتركة مع القوات الأمنية بمتابعة هذه بكل تفاصيلها. طيب يا دكتور، أنا أعرف تماما كما أنت تعرف بحكم متابعتنا لهذا الموضوع، الآن أنتم يصرفوا لكم 1/12 لأنه موازنة ما انقرت والولد قبل باقة والفلوس، كيف تدبرون أو تتدبرون أموركم في ظل هذه الأزمة ماليا؟ أستاذ نجم، حضرتك عارف الجميع عارف أن العراق في وضع اقتصادي صعب جدا، ووضع أيضا قانوني صعب بس بعدم إقرار موازنة. وأنا أتفق معك أنه الذي تم دعمنا فيه هو إعطائنا 1/12 بشكل كامل من قبل وزارة المالية. الشيء الثاني هو التبرعات اللي أتت من خاصة البنك المركزي والسيباي وبنك الرشيد وبنك الرافدين بمبلغ بحدود 40 أو 45 مليون دولار. وهناك أيضا دعم بإنشاء المستشفيات، وكما ذكر الدكتور مصطفى مستشفيات سريعة إنشاء تم إنشاءها، هذا الدعم موجود. أنا من خلال أستاذ نجم حضرتك أهم شيء إدارة الأزمة بصراحة، أي موضوع من خلال يجب أن يدار ضمن الإمكانيات الموجودة. نحن نعرف لا نستطيع أن نحصل على أموال إضافية من الدولة، ومنذ البداية وحضرتك تتذكر وكان في لقاء سابق حول 5 مليون دولار اللي هي أول مبلغ كان مفروض الدولة تعطيه إلى وزارة الصحة، والحمد لله لم يستلم هذا المبلغ ولكن أعطي صرفه من خلال موازنة وزارة الصحة. نحن الآن نعمل ونعرف أنه سوف لن تكون هناك دعم إضافي خارج 1/12 إلى وزارة الصحة، ونعمل على الترشيد. وهناك أيضا دعم من خلال دار العيادات الطبية الشعبية اللي هي دار التمويل الذاتي، أيضا يتم دعم المؤسسات الصحية. ولذلك دكتور قبل أن ننتقل للسيد مصطفى في سؤال لحضرتك، الصليب الأحمر اللي موجود بالعراق لديه دعم من منظمة الصليب الأحمر الدولية على الرقم الذي وصلني 50 مليون دولار سنويا، أنتم هل ساعدكم الصليب الأحمر؟ هذه الأموال أين تنفق؟ من يراقب صرف هذه الأموال؟ شنو دور الصليب الأحمر بالعراق؟ طبعا احنا في العراق هي الهلال الأحمر العراقي موجود، وهناك أيضا تواصل مع الجمعية الأحمر والسيد رئيس الجمعية، ويتم تقديم الدعم للمؤسسات الصحية من خلال توفير لحد الآن. أنا أسأل ما مستوى الدعم الذي قدمته الهلال الأحمر العراقية قبل إحنا درينا الوليدات باقة والهلال الأحمر، وصاروا هسه ما شاء الله أحوال. دكتور حازم ويانا؟
بصراحة الدعم مستمر، وأيضا كان الدعم اللي إجا من أنا أسأل ما هو شكل الدعم يا دكتور؟ ما هو شكل الدعم؟ لأن أنا قريبا أريد أن أفتح هذا الملف. شنو شكل الدعم اللي قدمته الهلال الأحمر العراقية؟ الهلال الأحمر قاعد يقدم تقديم العدد الوقاية أكثر شيء الشخصية إلى العاملين بالمؤسسات الصحية وتوفير بعض المستلزمات. أما بصراحة أكون صادق وياك بتفاصيلها وبالأرقام ليس لدي الآن هذه التفاصيل. طيب أرجع لك دكتور مصطفى مرة أخرى وأريد أن أسأل عن أجهزة التنفس الموجودة لديكم في المستشفيات. هل هذه الأجهزة هي تماما بالنسبة للحالات الحرجة أو للحالات التي تستحق التنفس الاصطناعي، هي أجهزة إنعاش رئوي متطورة تلبي الحاجة أم إنها أجهزة يعني هذا المتوفر الآن؟ يعني حاليا الأجهزة متوفرة وتم تجهيز دائرة الصحة حوالي أكثر من 25 دائرة صحة الرصاف، أكثر من 25 جهاز نوع حديث. بس احنا بكل أمانة أنا حتى أصدقائي بكل دول أوروبا أتواصل وياهم، يعني كل مريض مصاب بفيروس كورونا من يوصل مرحلة الجهاز التنفس ما له أي فائدة جهاز التنفس حاليا، يعني هاي حسب دراسات عالمية في كل دول العالم الأكسجين يعني ما له فائدة مع المصاب جهاز التنفس شلون أستاذ نجم؟ يعني الآن أجهزة التنفس ليست بالضرورة أن تستخدم يعني ما لها تأثير، هيك افتهمت تاني. لا هو جهاز التنفس نوعين، إذا أكو سيباب هو بس نضخ له أكسجين حاليا مفيد جدا والحمد لله عندنا أعداد موجودة في دار صحة الرصافة، بس كجهاز تنفس اصطناعي يعني تنفس اصطناعي يكون يخترق الرئة هو متوفر بس جميع الحالات بكل دول العالم شدوها على هذا الجهاز وربطوها على هذا الجهاز توفوا بالكامل في أغلب دول العالم توفوا. أنت ايش قد عدد الإصابات كمعدل يومي يجي لك دكتور مصطفى؟ يعني كمعدل إصابات احنا يوميا يعني الساعة مستشفى الإمام علي حوالي 248 سرير، حاليا عندي حوالي 200 مريض في المستشفى، ال 200 مريض حوالي من عندهم 25 إلى 30 مريض حالات موجبة والباقين حالات مشتبهة. الحمد لله والشكر احنا لحد هذه اللحظة أكثر الحالات هي حالات بسيطة، 80% من الحالات حالات أعراض بسيطة جدا، 20% حوالي حالات متوسطة أو حرجة. الإجراءات أني يعني كمدير مؤسسة أطمن أنه إن شاء الله الكوادر الصحية وأهلنا وناسنا إن شاء الله إحنا كأطباء كوادر صحية متواجدين مؤسساتنا بالكامل. طيب إن شاء الله خلي الناس تفهم من خلاله بهذه المصطلحات العلمية كيف يمكن أن يكون الفيروس في مرحلة متوسطة وكيف يمكن الفيروس في مرحلة حرجة؟ هو إحنا اللي نفتهمه هو فيروس في أي مكان تكون خفيفة متوسطة وفي أي منطقة أو مكان تكون الحالة حرجة، ولماذا هذا ولماذا ذاك؟ أستاذ نجم الحالة المتوسطة والحالة الحرجة تعتمد على الأعراض، كل ما تكون الأعراض بسيطة وتكون ما تكون ارتفاعات درجات الحرارة بسيطة وأعراض بسيطة وضيق التنفس والارتفاع درجة الحرارة احنا نسميه حالة بسيطة، بس كل ما تكون الأعراض للفيروس تكون أعراض حرجة أو متوسطة كل ما تزداد الأعراض تكون باتجاه الحرجة أو المتوسطة. أنا أتمنى أن المواطن العراقي يساعد الكوادر الصحية أنه يؤمن بالحجر المنزلي، إحنا الحجر المنزلي اليوم أكثر الحالات البسيطة والحالات اللي ما بيها أعراض يبقى يا أخي بالبيت، احجر روحك بالبيت 14 يوم وأخذ علاج، وعندنا فرق صحية زور المريض للبيت مهم جدا. إحنا اليوم أغلب الحالات بالمستشفيات حالات بسيطة ما تحتاج دخول المستشفى، بس المشكلة وين راح نواجه مشاكل؟ هل هو إذا راح للبيت هو مؤمن بالوعي الصحي؟ هل هو راح يلتزم بعدة الوقاية؟ هل هو راح يلتزم بالتواعد الاجتماعي؟ لو راح نواجه مشاكل أكثر بهذا الشيء. طيب أرجع مرة أخرى الدكتور حازم الجميلي، دكتور قضية الدواء الروسي كثرت الأخبار وقال فيها العرافون والمؤولون أنه هذه الصفقة تحولت إلى شركة في أقليم كردستان، ما صحت هذا الخبر أولا؟ وإذا صدق هذا الخبر هل أنه هذا التحويل
تم بأمر من وزارة الصحة أم أن الشركة هي التي تعاقدت مع الروس مباشرة؟ أستاذ نجم، يعني من خلال قناتكم كن على ثقة، ما تكلم وما أذيع وما كان حديث الإعلام والشارع عن الدواء الروسي، مع الأسف لا أعرف لماذا هذا الكلام، فقط من خلال قناتكم. أولا هذا الدواء الأصل هو منتج سابقا ويستعمل لعلاج فيروسات أخرى، أنواع أنفلونزا أخرى، وأصل الدواء هو دواء ياباني وليس روسي. هاي واحدة. ثانيا الجانب الروسي اتصلوا معنا وطلبوا أنه هذا الدواء، نحن طلبنا من خلال السيد السفير العراقي في روسيا أن يرسلون لنا الدراسات المعتمدة لديهم، وبعد ذلك صار لقاء من خلال الدائرة التلفزيونية وتم النقاش مع المختصين في الشركة، ولم يتم الاتفاق على شيء. أخذنا المعلومات وأرسلت المعلومات، والآن الموضوع قيد النقاش في اللجان الاستشارية. هناك أحد المعامل في العراق قدم إلى وزارة الصحة قال ممكن أن أنتج هذا الدواء، وهذه الرسالة مالته. تم عقد اجتماع مع الجهات المعنية وأرسلنا بعض الاستفسارات من الشركة عن هذا الدواء وكيف سينتجوه. لحد الآن لا يوجد أي اتفاق لا مع الجانب الروسي ولا مع الشركة العراقية، وهذا الدواء ليس دواء سحري. الكثير يعتقد أن هذا الدواء سوف يعالج الحالات، هذا دواء حال بقية الأدوية. ما حقيقة أن هنالك من يقول الآن أن هنالك جهات عراقية أعلنت عن نفسها أنها ستنتج دواء عراقيا؟ هل جاءوا إليكم، التقيتم بهم، بعثتوا إليهم، تحاورتم معهم، أم أنها هي يعني صفصطة إعلامية؟ أيضا كن على الثقة، نحن في وزارة الصحة نسمع لكل من يقدم اقتراح أو بحث أو ادعاء ونلتقي معهم، ولدينا لجنة عليا لغرض متابعة البحوث بإشراف السيد الوزير ورئاستي لهذه اللجنة، ونناقش بكل تفاصيله، وأي شخص لديه ويتم مناقشته مناقشة علمية ومتابعة الموضوع. ولكن يعني من خلال قنواتكم كن على الثقة، هناك بحوث معتبرة وستكون لها وزن إن شاء الله بشكل واضح على مستوى العالم في العراق في هذا الموضوع. ولكن هناك أيضا في الجهة الأخرى بعض الإشاعات وبعض الإدعاءات حول الأدوية وهي غير صحيحة. فنحن دكتور خليك ويا خلي أرجع لأن ما تبقى للدكتور مصطفى دقيقة ونص على الحجز. دكتور مصطفى، الآن يعني تقريبا من 27/3 الفيروس في العراق حتى هذه اللحظة، أنتم كنتم تعالجون في أدوية اعتقدتم بأهميتها، الآن هل تطور لديكم رؤية جديدة في استخدام أو إضافة علاجات أخرى لما كنتم تستخدمونه، أم ما زال هذا الذي كنتم تستخدمونه مستمرا حتى هذه اللحظة؟ أستاذ نجم، إحنا كموضوع علاجاتنا إحنا تعرف في بروتوكول، اكو بروتوكول يطبق في انجلترا وبروتوكول يطبق في بريطانيا في 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 امريكا. تواصلنا مستمر مع منظمات الصحه العالميه، يعني بالبدايه كنا نستعمل هيدروكسيكلوروكوين، حاليا هيدروكسيكلوروكوين اللغه استعملنا التايمفلو بالبدايه وهسه هم لغيناه. ما اعرف شباب، يمكن فقدنا الاتصال بالسيد مصطفى، يعني ايضا انتهى الوقت. دكتور حازم وياي. دكتور حازم، أعود إليك في سؤال أخير. ما نمر به من معاسي والبنية التحتية الصعبة التي تمر بها وزارة الصحة هي بسبب فساد حصل في وزارات أخرى. هذه الملفات لماذا لا تظهر، وبالذات ملفات نعل عديلة وما أنفق عليها والمستشفيات الوهمية، هذا الذي جعل كوادرنا وجعل حالاتنا صعبة جداً. هذه الملفات أما آن الأوان أن يتم فتحها وفضحها ومحاسبة متسببين بها؟ أستاذ نجم، يعني من خلال قناتك أنا أتشرف بعملي في وزارة الصحة كرجل فني بحث أنا منذ سنوات،
والمواضيع الأخرى تخص الجهات المعنية، ولكن الذي أقوله نحن لا نستطيع أن نتهم أحد بدون إثبات. الشيء الثاني في مقدمة حضرتك، كن على ثقة أستاذ نجم، ما يخصص إلى وزارة الصحة في العراق أقل من أغلب دول العالم. تمام. في كل الأوقات حتى من كانت موازنات انفجارية كان ما يخصص إلى الفرد العراقي في مجال الصحة أقل ما يقارن في أي دولة من دول الجوار، الدول الفقيرة. ترى ما يخصص لا يكفي إلى احتياجات حتى مع قلة ما يخصص يا دكتور، حتى مع قلة ما يخصص هنالك من قدم أدلة ووثائق على أن الفساد الذي حصل في الوزارات السابقة كان فسادا يسكم الأنوف، ولكن لا أحد يقبل أن يحاسب. دكتور أستاذ نجم، بس نقطة، وزارة الصحة جزء من وزارات العراق، والسيستم العمل هو اللي أدى بالعراق إلى ما حدث، ليس فقط وزارة الصحة، أي جهة أخرى. لنلاحظ ماذا في كل، ما أريد أذكر أسماء القطاعات الأخرى، ليس فقط قطاع الصحة، ولذلك ما يحدث هو نتيجة الإدارة للوضع بالشكل العام لهذا البلد. نعم. دكتور حازم الجميلي وكيل وزير الصحة، سعيد بالحديث معك، تقبل تحياتي وتحيات قناة التغيير وكادرها. لكم يا أبطال في وزارة الصحة نحن نعتذر منكم ونتمنى لكم دائما الموفقية والنجاح. شكرا جزيلا إلى أستاذ نجم وإلى كادر قناة التغيير وإلى كافة المشاهدين، شكرا جزيلا. وشكرا لكم مشاهدي قناة التغيير، غدا إن شاء الله سالفة عراقية جديدة، تقبلوا تحياتي.